سلام جاسبر، كامل تكونوا بخير صحتكم بخير ان شاء الله. اليوم حنديروا العرايش، اسمحوا لي على الغياب منين داك نغيب. اليوم حنديروا العرايش، العرايش ديالي كيفاش انا نديرهم، بزاف طلبتوهم و اشاك فوا ما يكفينيش الحال باش نصور. المهم هنا درت 3 كيلة تاع فارينة تكون نوعيه مليحه، تكون الكيلة ممسوحه ماشي مقبه باش تكونوا تفهموا، والكيلة تاع السمن نفيضها كما كنتو تشوفوا راهي سايحه في فيضوها، كي تعمروا خلوها تسيح. هذه هي معناتها وشنو هي الكيلة الفايضه، معناتها تعمروا السمن وتخلوه يسيح، والسمن يكون شويه بارد ماشي سخون بزاف، شويه ملح، قرصه تاع الملح ولافاني ولا زاز تاع سيترون اذا حبيتوا. نحيو كامل، هادو هما المقادير اللي في العرايش. هذا ما كان تحبوا تضيفوا مغرف تاع سكر كلاسي زيدوها ماشي مليحه نورمال ما حيصرا والو. تبداو بالعقل هكذا تخلطوا في دخلوا في ليدام في هذيك لافارين. ليدام ماذا بكم لازم يكونوا يكون شويه بارد ماشي سخون، شوفوا راني نخدم فيه عادي باش تعرفوا العرايش دياولكم ولا تشارك المسكر ولا الكعكعات ولا لاباط وحده انا نخدمها هي هذه تاع زمان، باش تعرفوهم باللي باش يجوكم طريين لازم هكذا. شتو السمن شوفوا شغل راني لميت به هذيك لافارين، شوفوا تعوموهم بالسمن. السمن هذاك تقدروا تزيدوا له شويه زيت باش تجيكم طراوه مع شويه قرمشه هكذا. كي ندخل كامل هذاك السمن في الفرينه ديالي شوفوا كيفاش تكون، شوفوا ما تخافوا ما والو، هكذا هذا هو السر ديالهم باش يجيكم طريين. هنايا واش نجيب في بول واحد اخر، راني مخلطه شويه حليب مع الماء زهر مع الماء، اللي يحب ينحي الحليب ينحيه بصح عنده دور مليح بزاف في العرايش. وتبداو بالعقل تزيدوا من الاول، تشوفوه ها هو يلوح لكم في هذاك الماء وبالعقل دخلوه فيه هكذا، وبالك ويخدعوكم ملي داك يبانوا لكم بلي راهم مليح هما مخصوصين ماء زهر بلا ما تزيدوا هذيك لاغوم تاع الماء زهر خاطر حتمد اغيان كو عيانه، ديروا الماء زهر تاع نورمال تاع القرعه لي سيب الماء زهر هذاك المقطر ثاني مليح. حاجه ساهله برك فيها تبعوا غير النصائح حتنجحوا فيهم. تبقاو هكذا تزيدوا بالعقل بالعقل. دونك انا واش راني ندير، شوفوا كيفاش بقيت نزيد لها، بالك وتخدعكم تبقى كثر كامل داك نصيبوا العرايش يتفتوا، العرايش ما يجوش يتفتوا، يجوا العجينه ديالهم تجي مشمخه مليح بالماء زهر. دونك انا العجينه هاي اللي كلميتها كيما كنتو تشوفوا هذيك نفس الكيله اللي درت بها، شوفوا شحال بقى لي منها، بقى شويه منها صادي بونتو مع حساب لافارين اللي تستعملوها. دونك شاني حندي نخليها تريح، نحبها تريح، اذا شتوها عاودت يبست شويه تقدروا تزيدوا لها شويه مثلا على بيها. دائما الحلبات التقليديه نخلوهم يريحوا، نخليها تريح ونروح للوز ديالي نوريكم كيفاش نديروا العقده ديالها. دونك نروحوا للعقده. العقده انا واش استعملت، شوفوا هنا استعملت 250 غرام تاع لوز ابيض ماشي محمص، رحيته وزدت سكرفشت معاه القارص، انا رحيتهم في الليل نحب القارص كي يطلق فيه يجي يطيب لنا هايله. صافي 250 غرام تاع لوز، ندير لها 100 غرام تاع سكر كريستاليزي، اني راحيه السكر معاه رحوه حتى يولي بهذا القوام هكا رقيق شويه كي تشوفوا فيه هاوليك ما خشين ما رقيق كيما تاع مقروط اللوز. 250 غرام تاع سكر 250 غرام تاع اللوز مع 100 غرام تاع سكر كريستاليزي معناتها السكر العادي اللي نشربوا به القهوه مبشور تاع الليمون، ريحتهم مع بعض هاهم لي دوك كيفاش ولاو. انا اللوز ديالي ما نديرلو حتى حاجه، انا ندير غير بالماء زهر، نلمو غير بالماء زهر. نحبوا هكذا، كاين اللي يحبوا يديروا البيض وكاين اللي يحبوا يزيدوا زبده تاع التوريق، كل واحد كيفاش يحب. وكاينه ثاني حاجه، ما تجريوش بزاف العقده ديالكم، روحوا غير بالعقل بالك يخدعكم الماء زهر يجي بزاف طري يجي مع السلاط يجي هايله، خلوها برك تريح. ولا استعملتوا الكاوكاو تبعوا نفس الطريقه، برك الكاوكاو زيدوا له كميه تاع نواه كوكو جوز الهند تعطي له بزاف ثاني يشرب لكم هذاك الزيت اللي في الكاوكاو. هكذا حنزيد غير شويه قلت لكم بالك يخدعكم. بعد ما نلمو نخليه يريح، نخليهم في زوج يريحو كي العجينه كي هادو باش السكر هنا يدخل في اللوز ديالي. ما ديروش العقده ديالكم جاريه، لو كان ديروها جاريه حتفسد لكم حبه تاع العرايش. هاوليك
هكذا راهو مليح هكذا. دوك نخليه يريح شويه باش نبدا نفاصوني في العرايش ديالي. بالنسبه للعقده كاين بالك اللي ما يفهموش ما على باليش، شوفوا خديت هكذا اللوز كيما هذا هاو مرحي مع القارص، قلت لكم مثلا نديرو 250 طلعنا مشي ندير معاه 100 غرام تاع سكر عادي هاوي بالكين ما على باليش ما يفهموش اللغه ولا استعملت هذا السكر العادي معاه 200 غرام 250 مع 100 غرام باش تكونوا على بالكم، ولميت بالمظهر عادي هذا ما كان. انا برك السكر نرحيه مع اللوز باش يترحى لي تمتم وما يبقاليش خشين، هذه كملاحظه برك. حنبدا نفاصوني في العرايش ديالي، العرايش الفاصوناج ديالهم ساهل وكنتعلموا غير في دقيقه حتولوا تعرفوا ديروا العرايش. وزنت هاد الكريات 35 طلعت شويه، وزنتهم 35 هادوما، والحشوه وزنتها 18 باش تجيكم سختو كي تكون كوموند. ماذا بكم عمرو لازم هكا ندير شويه فرينه نحلها بالحلال هكا هكا حاجه سهله. جيبوا هذاك الحشو تقسموه على زوج ديروا شغل حديروا زائد هكا، تغلقوا على الحبه ديالكم ما تخلوش فيها النفس باش اللوز ما يتحرقناش هكا. حتى دوكا سهله نقلبوا الحبه ديالنا، بداو تمشوا في اللوز ديالكم طولوا كامل الاطراف بعد تشدوا الحبه ديالكم هكا هاي لك الحبه تاع العرايش ديالكم سهله ما فيها حتى حاجه صعيبه. نحطوا هذه بعدا تقبوهم هكا ثلاثه باش يتنفسوا صح، نحطوها في السنيوه خليوهم يباتوا ولا خليهم يريحوا حتى 6 سوايع الاقصى حد، ومن بعد دخلوهم يطيبوا طيبوهم على بياض ما تخلوهمش حمروهم غير من التحت ما تخلوهمش بزاف شغل سقطوا من الفوق ما تحمروهمش بزاف من التحت هذا ما كان. ومن بعد كي يطيبوا وكامل نجيو نكملوا الطليه مع بعض. تكونوا مشعلين الفور ديالكم على 180 درجه منقصين له ماشي زايد بزاف، يشدوا واحد النص ساعه بالك قال كل واحد والفور ديالو، المهم من تحت يكونوا حموره شغل يحمروا لكم، ومن الفوق خلوهم شويه صفور هذا ما كان. انا دوك نكمل فاصونيهم نخليهم في الفريجيدير وفي الليل كامل نطيبهم ومن بعد نديروا الطليه. دونك نروحوا للطليه، الطليه ديالنا انا نستعمل هاد الطليه ما نستعملش تاع البيض لخاطر البيض ما يكونش معقم وفيه بزاف جراثيم انا نخافها ما نستعملهاش. نستعمل هاد الطليه تاع عندي نص فنجان تاع حليب نص فنجان ماء زهر نص فنجان زيت. وانتم الى حبيتوا ضاعفوا اختار الطليه تسكا، عندنا ملون ابيض هاد لامارك ما باليش سخيكتا نستعمل الملون الابيض تاعها بركه. وهنايا ديت هاد الملون الاحمر باش ندي منه شويه باش نديرها غوز كلير، ونسحقوا عصير تاع ليمون نص فنجان ثاني باش نحل فيه الملون الابيض، والسكر بيان سور النوعيه اللي تحبوها مي هادي مليحه هدى. نبداو نخلطوا نديروا الحليب، ولا عندكم كونتيتي كتر من ديالي ضاعفوا الكميه، انا عندي 41 حبه هكذاك سي بوغ سا درت هذه الكميه هذه واحد تخرج لي. نخلطوا قبل هادوما كي نخلطهم نبدا ندير في السكر كلاصي نجوزوه قبل في الصفايه، لازم يجوز في الصفايه وتولي لنا اون بات باش نقدروا نخفوها بالقارص ونديروا فيه نص مغرف تاع قهوه تاع ملون ابيض. دوك نديرها دوكا كيما راكو تشوفوا درت باكي ونص تاع سكر كلاصي، شوفوا ديك الكميه صغيره شوفوا شحال طلعت ليا باكي ونص. درك شوفوا كيفاش حتولي تولي شغل عجينه. انا شاني حندير نحكم هذاك القارص ندير فيه هكا يتبان لكم نحلو مليح هنايا جبت تمتم هكا
بعد كي تشوفوها دوكا كي درنا القارص اذا شفتوها مازالها شايده روحها، واش ديروا غير بشويه ما زهر باش توصلوا للقوام المطلوب. دوكا هكا مازالها يابسه، نجيب شويه ما زهر برك هكا، وندير غير بالعقل حتى تولي لي. كيما كتشوفوا راهي بدات، شوفوا هاي بدات تجرى. نزيدو غير بقطرات، هاي ما زهر عندي، نزيد غير بشويه بالك ويخدعكم تمتم تجرى. دوك رانا في اللون الابيض، هذا هو لاباز. دوك شاني حندير، انا حنديرو غاز، حناخد غير شويه من هاد الملونات، هادو يجوا بزاف قاصحين، نسحقها غوز كلار. هكذا شوفوا كي تولي ترسموا بيها بيروحش هكا. دوك نخليها انا تريح شويه، ومن بعد باش تخرج هذوك الفقاعات باش كي نطلي بيها ما ديرهمنيش في الحبه، ومن بعد نوري لكم كي نجيو حنخدموا بها ان شاء الله. دوك انا حنبدا نطلو، شفتوا الطليه كيفاش درناها، شوفوا كيفاه خليتها شويه ريحت. جيبوا هكا الى عندكم هاد الصفايه، هذه مليحه بزاف تعاونكم. انا كنت نطلي واحد الوقت بيدي، بصح ملي بديت ندير في هذه خير تهبط لي كامل الطليه. حطوا هكا ما يهمكمش، زايد كامل حيهبط، وتحطوا شويه كيما كتشوفوا برك على جال الصوت. انا حبس لكم، خطوها هكا شويه حتى يهبط كامل الزائد تاع الطليه، تبقى غير هي واش تسحق وما تبان لكمش الحبه ترونسبارون. صيبوا تحبسوا، نجيب انا هاد نجيب انا هكا نرفد بها انا برك على التصويصين. حطوا هنا في بابي كويسون ولا هدايا، انا عندي هذا ترونسبارون شغل يشبه الورق الشفاف، هو بابي كويسون. حطوا عليه وخلوا الطريه ديالكم تنشف وتجيكم بزاف هايله. نعاودوا حبه مع بعض، ها حطوا هكا. من بعد تروحوا كامل تطليوهم، ما يهمكمش هادو، من بعد حنقوهم كي ينشفوا كل حاجه، ومن بعد تتحف معاك كي تنشف الطليه. دونك انا نكمل كامل نطليهم، يشدوش الوقت، ومن بعد نعاودوا نكملوا الديكوراسيون. راح نديرها غير سامب، ماشي قطمولاتهم، حبيتهم غير بالعقاش كيما تاع زمان. دونك نكمل نوري لكم كيف راح نديكوري. بعد ما تنقوا مليح الحبات تاع العيش تاعكم، تجيبوا هاد الناكري الارجنتي او تصيبوه يتباع عند مولكاطو، تمسحوا مليح الحبه ديالكم، هادي فونجا ولا قطنه كل واحد واش يحب. المهم تمسحوهم كامل كيما راهم هكا، ومن بعد تجيبوا الناباج ديالكم وتجيبوا البانسو تمسحوا مثلا هكا شويه هنا شويه هنا، غير شويه تكتروش شويه هنا. كيما قلت لكم هي حبتهم بالعقاش، هاد العقاش ها هو اللي كتبوه تبع المونكاطو. حطوا شويه في الرجيلات هكذا، حتجي عندكم حبه تاع العريش بزاف شابه وسامب ثاني، وكل واحد واش يحب. واللي يحب الورد ثاني يصيبو عندو الكاطو يتباع. دوك انا نكمل نديرهم في كيسات ونوريهم لكم في الاخير. معني نقول لكم ها ملي طلع العريش ديالنا حيجيكم بزاف هايلين، ويجو ثاني طرايه طريين. الصح في العريش ماشي كيما حنا نقولوا، ماشي غير يجيو يقول درت العريش، ها العريش لازم يجو طرايه، لازم يجيو بنان بزاف وبنت القارص فيهم كيما كتشوفوا فيهم. وانا ولا غير عجبتني هاد ليدي كي قالت لي ديريهم لي كيما زمان خام الورده يعني، وكل واحد كيفاش يحب. لي حاب يدير هذيك الورده يشريهم، راه كاين بزاف لي موديل ولا يخدمها هو ولا. المهم دوك نقسم لكم حبه باش تشوفوا كيفاش طريين عامليك، حيجوكم بزاف هايلين وحيعجبوكم ان شاء الله. تسيوهم وان شاء الله نكون خفيفه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله مع البيش اللي نحط هذا الاول ولا القنيدلات والثاني نخدم فيهم ان شاء الله، ثاني يعجبوكم.
وباي باي. ما تنساوش تابوني في العشان وجام. باي باي.